يلا. السلام عليكم جميعا، يعطيكم العافية. اليوم طرحنا قضية الأبارتهايد في إسرائيل في الكنيست. زعلوا بعض الأعضاء الكنيست الإسرائيليين على أساس إحنا بنحكي أبارتهايد. أنا ما بعرف إذا المشهد اللي إحنا هلا موجودين فيه على مدخل الشيخ جراح ممكن تسميته أي شيء آخر غير الأبارتهايد. فصل العنصري. التعامل بين أي مواطن عربي وأي مواطن يهودي بالفريق. إحنا جينا وفد من يافا بدنا نزور أهلنا في الشيخ جراح، زيارة عادية يعني. أهلنا واقفين هون في حاجز. العرب في الشيخ جراح موجودين تحت حكم عسكري. اليهود في الشيخ جراح ما عندهم حكم عسكري. فعندهم ضيوفهم بدخلوا عادي. ما لهم أي علاقة ولا شيء ولا حدا. والعرب اللي بيجوا لهون في عليهم حكم عسكري كمان للعرب اللي ساكنين داخل حي الشيخ جراح، وكمان لضيوفهم اللي جايين يعني يسألوا على حالهم لأهلنا بالشيخ جراح. هذا الوضع بيقول انه احنا بشكل اكثر بكثير مكثف. كل فلسطيني الداخل يجب علينا زيارة القدس وليس فقط الشيخ جراح واهلنا بسيبك والبلد القديم. بدنا نكثف حضورنا ونقول القدس بشكل دائم وكمية كبيرة. لكم العافية جميعا. لفوا اللفة. We have to. Yeah, to go around. Why? Yeah. Because it's closed for everyone. Oh, there's so many people here. Ah, there's so many people. Yeah. But we are outside, as you can see. Ah, yeah? We're continuing. But you will see, you will pass and you will not. And imagine why. Why? Can you pass? Why? Everyone should be able to pass. Bring down with the mic. لا لا بدهن يمروا بس للمحل الثاني. الآن على مدخل حي الشيخ جراح، المدخل الخلفي، محاولة لدخول الحي وزيارة أحد العائلات التي دعت الوفد اليافي. يتم طبعا إيقاف هذا الوفد ومنعه من دخول الحي بدون أي سبب يذكر.